منسوب التوتر يتصاعد في منطقة الخليج مع انطلاق العد العكسي لمغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبيت الأبيض. أسبوعان فقط يتحكم خلالهما ترامب بالقرار الأمريكي قبل أن يتحرر من قبضته، تراقب خلالهما طهران تحركات تصفها بالمشبوهة لافتعال أزمة وتوتر في منطقة الخليج. حتى إذا كان ترامب يفكر بخلق أزمة ويخوض مغامرة، فإن الأنظمة الأمنية والجيش الأمريكي لن يوافقوا على ذلك، وبحسب معلوماتنا فإن أطرافا إقليمية تسعى لجره إلى المنطقة. وسواء أكان الأمر توريطا لترامب أم قناعة منه بخلط الأوراق في المنطقة، فإن القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد لمعالجة الرد على أي تحرك عسكري ضدها. هذه المناورات وتواجد القوات هو دليل على الجهوزية التامة لدى القوات المسلحة للدفاع عن حدود البرية والبحرية والجوية والأمن القومي لإيران. إيران لا تريد مهاجمة أي دولة جارة، ولكنها جاهزة للرد على أي تهديد، ويد القوات المسلحة على الزناد للرد على أي خطأ أو تحرك من قبل الأعداء. لكن إيران مكبلة أيديها في مواجهة عقوبات وإجراءات أمريكية تستهدف اقتصادها المثخن بطعنات العقوبات التي يواصل ترامب تسديدها نحو طهران وحتى الرمق الأخير من ولايته. وفي هذا السياق أعلنت وزارة العدل الأمريكية مصادرة 7 ملايين دولار من الأصول والممتلكات الإيرانية لصالح صندوق مخصص لدعم ضحايا الإرهاب. فيما يستمر مسلسل العقوبات على قدم وساق، فقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إدراج 5 شركات صينية و12 شركة إيرانية على قائمة العقوبات، مستهدفة بذلك قطاع صناعة الصلب في إيران. وما بين العقوبات والتحشيد العسكري في منطقة الخليج، تحبس طهران أنفاسها بانتظار دخول جو بايدن إلى المكتب البيضاوي علها تتنفس الصعداء.